بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يوم جديد ونظافة، حطينا موية الحمام تروش، نظفنا الخانات كلها كاملة. هنا بيضتين عند الزوج، هذا لو الحب رمان، هذا الفحل داخل على البيض، وهذا الأنثى. هذا زوج اللحم على الجدار، احتمال أبيع، احتمال أبيع اللحم، ما لي رغبة فيه، يوسخ كثير. وأنا صراحة أنا جايب لي كم حمامة عشان أتونس عليها، فما يلزمني الهزاز الجوز. هذا الفحل، هذا الأنثى، هذا اللي جاه الجدري طابت، احتمال تخلص منه، ما يلزمني لأن طيران ضعيف، مو بحق طيران. هذه الأنثى الكريمية، وهذا فحلها، أبى أتخلص منهم، طيرانهم ضعيف طبعا، قلابيهم ما يلزموني. أبى أخلي ثلاث أجواز، الفحل هذا، الحبرمان مع الأنثى حقته، الزوج الأبيض، هذه فروخهم، الزاجل والأنثى حقته، هذه فروخهم. طبعا راح أشتري أنثى للزاجل، مع الإنتاج ما شاء الله الإنتاج حلو جميل جدا، فروخهم حلوين. أطلعهم شوي بس أشوف ألوانهم، فما أدري والله، أنتظر عليهم أخليهم ينتجون طبة ثانية بعدين أشوف. لأن الأنثى حقته مي بزاجل، الأنثى حقته عادية، ما أدري وين هالزاجل. هذا هو طبعا إن شاء الله صاحبي جاب الزاجل ما شاء الله درجة أولى. الأنثى حقته طبعا طارت، ولا هي بدرجة أولى الأنثى حقته، وأخذ الأنثى هذه الأنثى عادية، بس إنتاجهم جميل عجبني صراحة. هذا اللي عندي اليوم، طبعا أنا جايبهم حق الونسة، سلي عليهم تونس عليهم. مالي في ناس يفكرون اني مسوي القناه صور حمام عشان اسوي زي الشباب اللي مسوي لهم قنوات في اليوتيوب وداخل وما داخل، حتى هم اغلبهم مسوي القنوات للونسه، يعني هو ما ربى حمام اساس يحط قناه ويكسب من وراها، وقليل اللي يكون عندهم مكسب. الحمد لله أموري طيبة، اللهم لك الحمد، الله يرزقنا ويرزق الجميع إن شاء الله. فمالي أنا والله في القناة، القناة مجرد حابة تونس، حابة أشوف ردود المتابعين وأشارك ونستي وياهم لا أكثر ولا أقل. فصراحة صار متعب التنظيف، أنا يتعبني التنظيف، أنا ودي بالحمام، ودي بالونسة، من هوايتي هي تربية الطيور، ربيت الكناري، ربيت البلابل، ربيت أشياء كثيرة، فخلاص يعني أنا شلت من رأسي حاجة داخل البيت، يعني داخل الباب هذا ممنوع يدخل أي طير داخل البيت هذا مع الباب هذا.
خلاص داخل ممنوع. في راسي شيء اسويه هنا في الحوش في السطح. طبعا اخوي فوق عندي بالدور الثاني فما ابغى ازعجه بالحمام في السطح، ولا المفروض تربية الحمام تكون في السطح، هي اجمل احسن مكان لها. فراح اخفف، راح اخلي ثلاث اجوز، الجوز الاول انتج فرخين، الجوز الثاني انتج فرخين، الجوز الثاني مبيض، الجوز الثالث مبيض، يعني ثلاث اجواز، حب رمان وايراني وزاجل مع الانثى حقت العاديه، الباقيين راح ابيعهم، القلابي واللاحم. والهزازي يمكن ها إذا حصلت جوز باكستاني تيدي نظيف خالص، تيدي خالص صافي، يمكن أجيب جوز هذا إذا ما خمتني وجبت جوزين، لأن هم صغار حقي مطيار. طبعا هذه انثى اللاحم ما ادري ليش تاركه الفحل حقها وتراكض ورا الزاجل. شوف ما ادري هي خلاص، يعني لو اشيل الانثى حقت الزاجل واتركها وياه اللي هي الانثى هذه، خلاص هي رغبانه فيه، خلاص هي رغبانه فيه. حلو حجمها نفس حجمه ولونها حلو أبيض وصحتها ممتازة، لكن القصة في الفروخ، أمهم لازم تجلس وياهم، وإذا شفت كيف هذه طلعت وياه. فما أدري والله، والله جوز حلو، جوز راكبين على بعض، حجم والوان تطلع حلوة، الأبيض على الأحمر على الرصاصي على الرمادي قصدي اللي موجود في الفحل، على الخطوط هذه اللي فيه بجنحانة، الله يطلع روحه. شفت 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 كيف جاهزة جاهزة، هذا اللي انذحكته. ما ادري والله صراحة محتار، اخليها واشيل الانثى هذه وابيعها. شفت كيف، شوف سبحان الله، بدل ما انا راح ادور لها الانثى، انا همني انا زاجل ولا ما هو بزاجل ما همني، تدري. يلا يلا على البركة، نبارك لهم شوي سعد شوي، مبارك لهم، خليهم مع بعض اثنين. سعد تمسك الفروخ البيض، احط في يدك واحد، يلا بس تحط يدك ثنتين جنب بعض زين عشان ما يطيح الفرخ. يلا ورني اشوف، ورني يدك، ورني يدك، افتحها افتحها، ايوه زي كذا زي كذا. خلاص خلني اجيب الحين، هنا 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 هذا الابيض، اقعد اقعد، خلنا اجيب واحد احطه بيدك. اب شوف افتح يدك، افتح يدك عشان ما يطيح. ما حلو تحبه، وصخ لا يطيح لا يطيح، لا تخاف تحبه، يلا حبه. الله حلو سعد، ها حلو، خلاص اتركها واخر يدك. عجب الثاني، هذا لونه بيجي ممتاز، لونه جميل. ليش؟ انا قلت في الفيديوهات اللي قبل اللون من قدام متساوي، مقدمه كلها مع الظهر والجنحان، قصدي الرقبه والجنحان، لون يعني بيكون لون من جميع الجهات راكب على
على بعضه يعني الجهة هذه تساوي الجهة هذه، فبيكون لونه حلو. طيب نشوف يعني. أخوه ليش أخوه مو بعاجبني لونه شوية سعد؟ خلني أول شيء أصوره. شوف الجهة هذه اللون كيف جاي كثير وطالع في الرقبة ونازل على تحت. طيب الجهة هذه فيها شيء بسيط بس للرقبة هنا، ما راح يطلع شكله حلو. جهة نازلة وجهة ما فيها، احتمال بعد الراس كأني حاس ان الراس يكون فيه شوي لون هنا وهنا، فلونه ما راح يطلع حلو صراحة. طيب حط ابيض سعد. حلو حلو. تحبه ولا لا؟ حبه. رجع عند اخيه. يلا الاسود. الاسود عاجبك؟ طيب خلاص سعد وخر. تحياتي للجميع، اتمنى الفيديو هذا يعجبكم، تحطونا اراءكم. اشتركوا في القناة، شجعونا نستمر، سووا لنا لايك. في أمان الله.